ماشي يا جماعة، هي القضية طبعا احنا كلنا عارفين القضية دي قضية رأي عام. انا كنت جاي النهاردة على اساس ان الطب النفسي هيقول الكلمة بتاعته اللي انا اصلا مش مستنيها ولا معتمد عليها. وكانت النيابة العامة قدمت الولد ده اللي قتل جينيت للمحاكمة بدليل واحد بس، وهو اقوال طفلة عندها 6 سنين قالت انا شفت واحد بياخد البنت دي من على السلم اللي هي اخطى ونازل بيها. انا جاي النهاردة اتكلم مش في دليل براءة الواد ده دليل واحد بس، انا عندي ادلة كتيرة جدا بتقول ان الولد ده بريء. ادينا مثال من الادلة دي. مثال من الادلة ديتي ان في كاميرات انا فرغتها بنفسي، وفي حاجات تاني انا مش هقدر اتكلم عليها قدام المحكمة، بس انا ساعة ما هقدم ان الولد ده ما عملش الفعل ده مش هقدم دليل واحد بس، انا هقدم ادلة كتيرة للمحكمة ومعايا منها، بس هي مش هينفع اتكلم فيها. لكن انا بقول هوتي ان شاء الله، والناس لازم تمشي مع الموضوع ده لحد الاخر، ان الواد ده فعلا ما قتلش البنت دي. اللي قتل البنت دي انا جاي لك اعتراف، مش هو ما اعترف تفصيليا هو عمل ايه بالظبط. هقول لي معليك حاجه، ممكن الواد ده يكون عنده خلل نفسي وهو توجه يقول ايه كويس، يعني حضرتك تقصد ان هو مريض بالتالي نفسيا توجه قول كذا، بس لا ما خدش. اولا ما فيش اغتصاب ولا الكلام ده حسب الاوراق اللي جايه من الطب الشرعي. هو بيقول ان انا بس نفسها واعتدت عليها لمده ساعتين. اصل هو عشان يكتب اولا اعتدى عليها لمده ساعتين ازاي بعد ما ماتت؟ طب استنى يا جماعه، المكان اللي هي اتلقت الجثه فيه مكان مفتوح بتحكم قمامه، مش جنينه زي ما بيقولوا وفيه شجر وورق والكلام ده، لا دي مقلب بتحكمامه فيه شجره ولا اتنين ولا ثلاثه، شجر عتيق في السن وعالي لفوق ومفيش حته تتضرب منه فيها. اللي معدي واللي ماشي شايف المكان اللي هم لقوا الطفله فيه. الطفله دي لو فيه اغتصاب اصلا، هل الاغتصاب ده لما يقتل نفس بنت الطب الشرعي يقول اللي يقوله كويس، بس فيه رد عليه وفي ابحاث بتتكلم هو عشان يقتل نفس بنت هتجيب، هستنى يا جماعه، هتجيب دم من انفه ومن البق؟ هل كتم النفس كده هيجيب دم؟ لا، البنت دي مقتوله لان مفيش اغتصاب. التقرير بتاع الطب الشرعي بيقول لا فيه تهتك في الاماكن اللي ممكن يحصل فيها اغتصاب، سواء من القبل او الدبر، مفيش تهتك ولا فيش اي حاجه خالص، ولا في حيوان مني ولا في اي حاجه، ففي اغتصاب منين؟ موضوع الاغتصاب ده مستبعد كله وجزئي حسب اللي جاي من الطب الشرعي. هو قتلها ليه؟ كويس، ايوه بنسال بقى، هو ما قتلهاش لان مفيش مبرر لقتلها. خطفها ليه؟ مفيش اصلا دليل. جيب لي دليل. النيابه جايبه دليل. استنى، خطفها ازاي؟ اللي انت قلت كاميرات المراقبه، ازاي بقى يبقى فيه كاميرات مراقبه في كل حته والشرطه والنيابه مش جايباها؟ لا هي كاميرات المراقبه هي اللي وصلت. لا مفيش يا جماعه كاميرات مراقبه بتقول ان الواد هو اللي قتل البنت دي، مفيش الكلام ده. ان في حد تاني هو اللي قتل، في حد تاني قتل البنت دي بالدين، فيها ضلعتين مكسورين من هنا. هل اللي هتك العرض هيكسر ضلعتين في البنت دي فطلعها؟ الكلام ده مش صح. هتك العرض هيجيب دم من انفه ومن بقها، الكلام ده. البنت دي مقتوله بس، مفيش هتك عرض. احترامي لحضرتك، احترامي لحضرتك، هي طفله عندها 10 شهور. تمام، فلو حصل الاعتداء عليها فاكيد هي جسمها الصغير لا يحتمل اي نوع من انواع الاعتداء. هو الاعتداء ده مش هيسيب اثر على الاماكن الجنسيه؟ الطب الشرعي سبب مش هيسيب؟ لا، الطب الشرعي قال لك ان مفيش لا تهتكات في فتحه الشرج ولا في المهبل ولا في اي حاجه خالص، لا في فتحه الشرج ولا في المهبل. هو برضه كان هو كان هو ازاي اعتدى عليها جنسيا؟ امر الحلف. هو شارح تفصيليا انا عملت ايه، عملت ازاي ونزلت من الاسانسير. طالما اتوجه اقول لك حاجه، طالما الطب الشرعي بيقول ان الاماكن الجنسيه دي ما فيش اي اعتداء عليها، يبقى اي حاجه تاني يقولها الطب الشرعي احنا هنرد عليها. طب هو يبقى كده اعترافه كاذب. الولد مش متزن عقليا، مش متزن نفسيا. يمكن توجهه، لا السيناريو ده ممكن يترسم له من اي حد، ممكن من مأمور الضبط يرسم له سيناريو هو يمشي عليه ويخوف ويتكلم فيه. يا فندم ثانية واحدة بس. اتفضل. هو قايل ان انا نزلت من الاسانسير بها دورين وخدتها ونزلت بيها. هل كان في مش قايل نزلت من الاسانسير. انا معلي اعترافات. فهو قايل ان انا خدتها واختها شافتها، ده تقريبا اختها، رحت خدتها وخطفتها اللي مكتوب على لسانه ده عليها. اللي مكتوب على لسان المتهم ده انا مش معترف بيه كمحامي. يبقى هو اعترافات كاذبه. استنى قول لي معليك حاجه، تحقيقات النيابه العامه هو متوجه اصلا من مأمور الضبط انه يقول كذا. مين اللي بيجيبه النيابه العامه؟ مأمور الضبط. مين اللي بيسلمه للنيابه العامه؟ مأمور الضبط. برضه يا فندم هو موجه توجيه معين يا جماعه،
موجه الواد ده توجيه معين. هو مع المتهم لما بيدخل لما بيدخل قدام النيابه العامه زي كده ما بيبقاش عليه سلطه زي كده. النيابه العامه عشان الواد عشان الولد اصلا يا جماعه مصلوب الاراده ممكن توجهه اي توجيه هو يمشي عليه. حتى ان شاء الله انا واثق ان لما يجي تقرير الطب النفسي هقول ان الواد ده مش سليم. يعني ايه يعني كويس يعني ايش قاعد يزني في البيت ساعتين كويس وفي نفس الوقت ما فيش اصلا لا تهتكات في فتحه الشرج ولا في المهبل ولا في الكلام ده. يعني امر الاحاله فيه تهتك عرض هات كعرض خاطف وهات كعرض يا جماعه وقال. يقول امر الاحاله يقول ماشي بس فيه في المتهم نفسه معترف في طب شرعي وفي فنيات في فنيات يا جماعه في فنيات في التقرير بتاع الطب الشرعي الفنيات دي بتقول ايه تقرير المستشفى النفسيه ثبت ان المتهم سليم 100% وكان مسؤول عن كل تصرفاته. ايه رايك على الكلام ده؟ احنا مش هنسبق الاحداث بس احنا الاعتراف الولد مهم في القضيه ولا حاجه. في حاجات تاني فنيه ده ايه المهم يا فندم في القضيه؟ ايه المهم في القضيه؟ ايه اهم من اعتراف الولد في القضيه؟ لما تلاقيه في حته معينه موجود فيها متصور وموجود فيها اثناء ما القضيه وقعت من الساعه 6 للساعه 8 ومش متواجد اصلا في المكان ده، متواجد في مكان تاني وهفاجئ بيه المحكمه ان الولد ده ما كانش في المكان ده من اصله. في نفس الساعه بتاع المحضر لحد الساعه 8 هو مش موجود في المنطقه كلها. الحاجه الثانيه عقلانيا اصلا المكان اللي نزل بيه من البيت والمكان اللي لقي فيه البنت حوالي تلت ساعه ماشي على الاقدام بين سكان ومحلات مفتوحه وكاميرات. فين الحاجات دي كلها يا جماعه؟ فين الحاجات دي كلها؟ الحاجات دي كلها مش موجوده. في متهم تاني بقى كده كويس. في متهم تاني في ورقات للبنت دي حد تاني تمام هو مظلوم يعني ولا بعرف امه هوتي وراي العام ان في حد ورقات للبنت دي. طب هو مش في كاميرات مراقبه؟ في كاميرات مراقبه موجوده. ايه اللي يخليني اقول ان انا قتلتها وكده؟ طالما مش متزن عقليا هيقول. طب استنى يا جماعه، هو في واحد يقدر ينزل بطفله عندها 10 شهور يمشي بيها حوالي تلت ساعة في منطقة سكنية مليانة بالأخوة السودانيين موجودين هم اللي ساكنين فيها ومحلات وطفلة عنده 10 شهور حاطط ايده على بقه وهو ماشي قدام الناس كلها حوالي تلت ساعة؟ ما هي رقبة جثتها بعد قتلها بعد ما هي حاطط ايده على بقه. طب خلها ازاي؟ يا فندم هي 10 شهور يعني حتة قد كده. طيب الحتة اللي قد كده يخباها فين عشان يمشي بيها في وسط الناس؟ عادي لو مشي عادي لو شالها لو حطها في شنطة. طيب الكاميرات اللي موجودة كلها في مدخل العقار يا جماعة استنى، الكاميرات اللي موجودة في مدخل العقار والكاميرات اللي موجودة في الشارع كل الكاميرات دي مش موجوده عشان كانت الداخليه تفرغها او النيابه. هي موجوده. ايه تعليقك بقى؟ تعليق حضرتك على عدم حضور حد من اسره المتهم؟ انا من اول يوم اخوه ما حضرش عشان الناس دي غلابه فمش معاها تحضر ولا تجي. لا الناس دي غلابه معهاش ولا معاها تاكل ولا تقوم محامي ولا تمشي ولا تركب تيجي هنا. الناس دي ناس فلاحين على قد الغلابه. المتهم مين يا فندم؟ بص يا جماعه ما فيش شهود عيان. القضيه كلها مبنيه على اقوال طفله ست سنوات قالت انا شفت واحد مصري خد البنت ونزل بيها من على السلم. امها قالت اصل بنتها قالت هي اتعرفت عليه. ماشي اتعرفت عليه. لا هقول لك اتعرفت عليه. انا اما طلبت ان البنت ديت تيجي قدام المحكمه المؤقره الدائشه عشان انا عارف ان البنت مش هتعرف تقول ثلاث كلمات من اللي مكتوبين. البنت مش هتعرف تقول ثلاث كلمات من اللي مكتوبين ده ست سنين. هل في طيب. في شهود في القضيه؟ ما فيش شهود. هي الشاهده الوحيده البنت اللي عندها ست سنوات لا تميز ولو جت قدام المحكمه ولا كلمه من اللي اتقالت واتكتبت دي هي البنت هتقولها مش هتعرف تقولها اصلا. المجني عليها المتهم والمجني عليها جيران اصلا ولا مش جيران؟ ده هو في شقه تحت منها وهي فوق ما فيش اي علاقه يعني في نفس العقار اهو. في نفس العقار بس ما فيش اي مبرر للقتل. طب هقول لك حاجه، لو انت فوجئت اثناء الجلسه بتصوير فيديو الواد ده في حته تاني. طب ثانية واحدة عايز اقول لك حاجة، هتفاجئ في الجلسة ان في فيديوهات في الساعة من 6 ل 8 الوقت في الحتة دي وقت القتل ولا وقت الخطف؟ كويس. وقت القتل ولا وقت الخطف؟ وقت الخطف من ساعة ما البنت اتغابت الساعة 6 وامها بدأت تدور عليها. انت بتبني تفوق على الدليل ده؟ ل 8 من 6 ل 8 الواد ده موجود في مكان تاني متصور. الدليل ده هيتقدم للمحكمة. ده دفع من دفوعك وفي كاميرات هنطلب من المحكمة اصلا ان هي تتحفظ عليها عشان ده موضوع مش قليل
وان المتهم يعني الاصل في البراءة يا جماعة حتى تثبت ادانته. طب هو ثانية مفيش ادانة عليه. هو المتهم بيقول ان انا عندي ميول ناحية الميتين والاطفال. المتهم ما قالش اي حاجة من ده. المتهم متحفظ في الكلام. وبيقول حتى هو اللي عمل من زمان. هل هو ثانية واحدة بس. ان انا عندي ميول ناحية الاطفال والميتين. وان انا كان حد عامل لي عمل بالكلام ده من زمان. انا اكتشفت كده. عشان كده انا اكتشفت كده. كنت بروح للشيخ خالص. الكلام ده متحفظ. حلو. الكلام ده متحفظ. يا فندم يا فندم حضرتك ده هو محترف تفسيريا. الكلام ده متحفظ. هقول لي ما عليك حاجه. في حاجات فنيه هتشوفوها وتعرفوها في الجلسه. هتقول لك الحاجات دي تقول لك اهو الواد ده بريء. الحاجات دي اللي هتقول لك مش المحامي بس وهتقول للمحكمه. هو المتهم غير متهم عشان يعترف على نفسه باعتراف خاطئ اساسا توديه للاعدام. طب يا فندم من وقت ارتكاب الجريمه من وقت وقعه الخطف حتى وقت القتل وانهاء الجثمان ده كان طبقا لما جاء في الاوراق استمر قد ايه الفتره؟ بص اقول لي ما عليك حاجه. هم على كلامهم ان البيت اللي هو بعد 8 ساعات من اختطاف الساعه 2 وفي الاقوال اللي هو الساعه 2 بالليل وفي الاقوال ان الواد على اول ما شوف الشرطه جايه والحاجات دي والناس دي جايين طلع يجري لبس وطلع يجري يبقى معناته ان هو معاها من الساعه 6 للساعه 2 بالليل. تمام. السؤال هنا بقى حضرتك ازاي هتثبت خلال الثمان ساعات دول الولد ما كانش موجود في المنطقه خالص؟ لما هجيب لك 8 ساعات كام اقول لك حاجه. هو اولا ما فيش حاجه اسمها 8 ساعات. ايوه في واحد بيغتصب طفل 10 شهور 8 ساعات. لا ده هو قال ساعتين. بس هو قال ساعتين. جاب ساعتين جاب وقت ماشي ساعتين يبقى من 6 ل 8 ولا من كام؟ ما هو اغتصب طفل. احنا مش عارفين بقى. مش عارفين الوقت. ما حددتش المده كده. ما هو والدتها بتقول انا بدات ادور عليها وتغيبت لما البنت طلعت الساعه 6 قالت له اختي مش موجود. طيب لما انت تلاقي الواد اللي هو متهم بالقتل ده موجود في مكان تاني ومتصور وفي مكان هو متواجد فيه.